ثلاثينيات بنقعد 40 يوم هنا 30 يوم ان شاء الله 40 يوم ثلاث شهور واثق. ها اي صح، انت بتطلع ثاني يوم رمضان صح، بتطلع في اول برايم. ما نفهم مجموعتك. اوه ولا انت اللي بتطلعني؟ ما ادري الى الان ما ادري، بس ما اعتقد. تخيل انك معنا. معك ما ينفع. ليه؟ احس ما ينفع. صادق والله؟ اي والله ما ينفع. اذا انت صدق صدق ابغاك تكمل ما ينفع. توقع الجمهور له كله دور في البرنامج؟ اكيد. في ايش؟ احنا ما قد وضحوا لنا اي شيء عن الجمهور. انت ما انت معنا يا مو يا شرح؟ الا بس ما في اي شيء يوضح من الجمهور. يعني في تصويتات مثلا، في اتصالات، في شيء؟ لا اتصالات لا. ما في صح؟ ما وضح شيء صح؟ تبي صدق؟ يعني هو الجمهور اوكي، الجمهور كل شيء، اصلا ما سوي ذا كلها لعشان من؟ عشان الجمهور. صح؟ بس في ذا النقطة؟ ما يتدخل الجمهور. غلط. ليش؟ ليش؟ انت اخوياك حكموا عليك انك تظهر. قالوا يلا يلا يا جمهور صوتوا من الخمسة. يظهر ولا ما يظهر؟ صوتوا يا جمهور، من اللي يطلع من الخمسة؟ انت يا ذا اللي بتطلع، ما هو بنت انت يا وليد مثلا اقوى المجموعة، وهذا ارد المجموعة. من بعدك يا ابو حسن. ها؟ من بعدك. الله يسعدك. وهذا ارد المجموعة، محبي ذا بيصوتوا له حتى لو انه ارد المجموعة. يعني القوي بيحاولون انهم يطلعونه. ما هو على كذا، كل واحد عشان كذا انا اقول لك لا، كل واحد ومحبينه بيمسكونه ودهم انه يجلس. اتركم التصويت، اتكلم الجروبات الثانية دائما بيطلعون اقوى واحد في المجموعة اللي بتطلع صح؟ إيه. عشان كذا مشكلة المجموعات يعني انا اقول انه ما كل واحد بقوته يعني صح؟ يطلعون رفيقهم ابرك لهم. ها؟ المجموعة نفسها تطلع رفيقها. ما حد بيرضى. ليه؟ انا بقول لك انا بطلعك على حساب يعني مثلا انا وانت، حتى لو اني يا وليد في مجموعه، انا وانت وعادل هيف، هذا عادل هيف مثلا، سعيد ابو ظهير، وهذا المجهول الرابع. يعني كلنا احنا ما نبغى عادل هيف، ناقص ما بيد ما لا مهم. يعني لا مثال مهم ما نبيه، يعني مو ما نبيه بس يتاخر. يعني ايوه هذا هو التأخر. يخرب. ايه هذا اللي يقصده. اي هذا اللي يخرب يخرب يتاخر. هو اللي يخلي المجموعه توصل المكان هذا. اثر عليك صرت تقول مجموعه، اثر عليك. عاد نعرف احنا نبغى نقول لها اطلع، ولا في ناس هنا هذول المجموعه الثانيه يبون واحد فينا يطلع، كيف نقنع عاد بهيف انه يطلع؟ يلا قول له عادل. 10 ثواني. انت اللي تتاخر دقائق. انت اللي تتاخر وانت اللي تخرب. والله ما تاخرت، كنت اخذ لي قهوه واجي. تاخرت قهوه قهوه حتى لو انها قهوه تاخرت وسببت الخصم، هو بروحك للمجموعه. اقدر ان شاء الله اني اقدلها اقوى. قد الهقوة اظهر. ما اقدر. ما تقدر؟ ما اقدر اطلع من هذا البرنامج. خلاص لا تطلع وخل حد انا يطلع ذا الحين. خلاص قفل. خلاص. راحت في سواليف، جا هذولا. تلدد. طلع وليد. وليد. امان الله يا والله انه صدق. لا مستحيل. احس انه نبغى نعيد آلية البرنامج ونخلي كل واحد لحاله. انا اشوف. ان الشخص يعرف الروحه ويقول يا الربع طلعوني. ما حد يسويها والله. ان اسويها لو اني اتاخر واخرب واكسر، وانا اللي خليت مجموعتي يا اخي بين يتخيرون فيهم الريجي. مجموعه ورب الكعبه جميله، سواليف، ضحك، خذ عطي، فطور وسحور مجانا. تقول بس طلعت ولا بقيت تقعد؟ عيش. طلعت ولا قعدت تقعد؟ اقعد يعني انبسط فلها، لا تفكر انك تاخذ. خلاص انت خذيت مركز. طيب على المراكز قد خذيت مركز صح ولا لا؟ ايه خلاص جاي هنا تستمتع. ليش تزعل ابو حسن؟ ليش تاخذ في خاطرك؟